بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معاكم النهارده قناه ام اشرف للاكلات. هنعمل معاكم البيتزا البيتي. حطينا معاكم اهو معلقه كبيره خميره فوريه، وحطينا معاكم نص كوبايه لبن، وحطينا نص معلقه سكر كبيره تنصصيها كده، وحطينا معلقه ملح وبدور، وانزل معاكم بنص كوبايه زيت وقلب كده. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايب قلب مؤشر داخل مصر وخارج مصر، كده انا دوبت كده. وهحط معاكم النوع دي اللي احنا بنعمل به، وانضف نوعه. عجننا كده نحط شوية تاني من الدقيق، بسم الله. لسه بقى ما ربنا يرزقنا ويرزقكم ونجيب عجان. ربنا يدي الناس بحل يا رب. عشان العجينة تبقى ايه، بسم الله. طبعا هي عايزة شوية دقيق كمان عشان ألمها بكرة. لان الدقيقة دي لها عرق شوية. شايفين العجينة حلوة ازاي متماسكة؟ بس فتحيها بايدك كده، كل ما تفتحيها في ايدك كده الهواء يخرج منك. اللي رشت بقى زيت كده، شايفين العجينة بتاعتي لمت ازاي؟ فين يا حبايبي؟ اهم حاجه تخرجي الهوا اللي فيها. ما خدتش 5 دقايق عاد. هحطها في الطبق كده بقى واريح تخمر بس كده، وارجع لكم تاني. وكده الطماطم و4 بصلات عشان احنا كميتنا كتيره النهارده. وحطينا معلقه فابريكا وسبح فصوص ثوم، وحط معلقه من الـ7 بهارات، ودي معلقه من الملح، دي اللي هنزوق بيها الوش. نحطها على النار بقى كده، حط لها شوية مية بقى عشان ايه، فعل الحلة برضو مية.
متكتريش في الميه عشان نسيبها وهنا تخمر ونرجع لكم تاني. قالك جاي بطل حبايب قلب ام اشرف داخل مصر وخارج مصر. هنعمل معاكم البيتزا اللي هي بتاعه العيش السني للرجيل. حطينا معاكم ست خرط جبنه كيري، وحطينا ست 12 معلقه طحينه وتمن بيضات، وحطينا معلقه خل ومعلقتين كيم باودر، وهنعجنهم معاكم كده. دي للدايت يا جماعه، دي اللي بتعمل دايت. دي يا جماعه اللي بتعمل دايت، لان الست انا اللي انا بعمل لها الاكل بشتغل عندها هرمونيه. بيتزا هرمونيه 12 معلقه طحينه، 8 بيضات، 6 خرق جبنه كيري، معلقه كم باودر، معلقه خل، واضربهم كده بالمضرب. زودي الطحينه شويه. كمان معلقتين بس دي وقفه. قلبي بقى. احنا زودنا برضو الطحينه شويه، ولو احتاجنا بطين تاني هنحط. هنعمل معاكم النهارده البيتزا اللي هي الأرمانيه للتخسيس للجماعه اللي بيعملوا دايت، عشان هي عامله دايت. وهنعمل ايه البيتزا العادية. حطينا كمان بطين عمت معاه. عشان زودنا الطحينة شوية. يا بنتي لو هتعملي كمية يعني قيمة 12 معلقة طحينة تحطي 10 بيضات. ومعلقه كبيره كم باودر. احنا عاملين نوعين، نوع للدايت ونوع كده للعادي. دي بالطحينه بس وجبنه كيري والبيض ومعلقه خل ومعلقه كم باودر كده. يا جماعه احنا حطينا الورق الزبدي بتاع الدايت. هفضي كده اهو. انا كده فضيته يا جماعة. حبة البركة. على وشها كده حبة البركة. وهزوقها كده بالصلصة. حط على وشها التونة كده. طبعا انا بحط ايه شطة كده حامية ورم فلفل حامي كده مع الثوم، عشان احنا بنحبها حامية يعني. ديت أرمانية طحينة وجبنة كيري
تزوقها كده بطماطمية كده، ديت للدايت يا جماعه، طحينه وجبنه ومعلقه خل، 6 خرق جبنه كيري ومعلقه فلفل اسمر بس بدار، دي للي بيعملوا دايت، وعلى وشها تونه زي ما انتوا شايفين، وهنشكل واحده كمان وهندخلها الفرن وهنوريها لكم دلوقتي. 12 معلقه طحين، الناس اللي بيعملوا دايت ومش عايزين يتخنوا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زرار الجرس، وكل جديد هيجيلكم من قناة ام اشرف للاكلات، هنسويها ونرجع لكم برضه. حبايب قلب ام اشرف داخل مصر وخارج مصر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الطريقة دي هتعجبكم، مريحة وسهلة للدايت يعني. حبايب قلبي البيتزا خمرت اهيت، وحطينا ايدنا فيها كده عشان نهيت. شايفين عجينتنا؟ بسم الله ما شاء الله، هشيلها كده. شايفين العجينة حلوة ازاي؟ هقطعها بقى كده، كيلو الدقيق عمل لنا 4، شايفين العجينة يا حبيبي؟ عجينة الله أكبر ما شاء الله جميلة. عاوز على وشهم زيت كده، شايفين يا حبايبي؟ احط رشة بس زيت كده عشان ايه نسيت، معلش. شايفه بتفرد معانا ازاي؟ الصينية سخنة بس، دي الخلطة اللي احنا عاملينها معاكم. هذه كل وشها كده، قلت ايه تزويق ايه سوسيه النار اهو،
العجينة يعني بتاعتنا ما خدتش ايه بتاع ربع ساعة. فلفل الوان وسوسيه وادي الزيتون يا جماعة. طبعا انا مش جاية كده على الحروف عشان الحروف ايه شوية طماطم كده على وشها واحطها كده معاكم في الفرن. دي التانية معاكوا اهي، بس الصينية سخنة معلش مطلعينها من الفرن وهنزوقها بقى ونوريها لكم. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايب قلب ام اشرف داخل مصر وخارج مصر، عملنا معاكم البيتزا اللي هي بتاع الرجيم بتاع الدايت اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين. نشر بيضه 6 كيري، جبنه كيري، معلقه خل، 8 بيضات او 10 بيضات انتي ومقتدريتك، ومعلقه خل ومعلقه كم باودر. وادي البيتزا البلدي اللي احنا عاملينها النهارده اهي شايفين يا جماعه، شايفين تسويتها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايب قلب ام اشرف داخل مصر وخارج مصر، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وكل جديد هيجيلكم من قناه ام اشرف أكلات. حبايب قلبي عليا في اللايك.